بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. الحقيقة يعني أعدكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه النسخة الجديدة من برنامجكم نوافذ على هذه القناة المباركة، قناة الندى الفضائية، أن يكون معي يعني أضياف كرام، علماء أفذاذ، كل في تخصصه له تاريخ وله باع. طبعا باختصار كده بدون مقدمات طويلة، إحنا عندنا في مجال الأسرة، مجال الزوجات والأزواج والأولاد، مشكلات الأسرة تعقدت لأسباب كثيرة مش فيش وقت إن إحنا نشرحها، وحضراتكم معنا خطوة بخطوة، وبنحاول من خلال ما نقدمه في هذا البرنامج أن نطفئ هذه النيران المشتعلة في بيوت المسلمين، وأن نوجه ونرشد ونضع، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويرزق علماءنا المتخصصين في كل شأن، وبالأخص في شؤون الأسرة ومشكلاتها، أن يرزقهم آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يرزقنا وإياكم قائلين ومستمعين الإخلاص والسداد والقبول من قبل ومن بعد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذلك يسعدني ويشرفني أن يكون معي أو أكون أنا بين يديه الدكتور الحبيب إلى قلبي، والذي يعني أرجو أن يتابعنا بالحضور على حسب ما يتسع له وقته، مدير مركز مودة للاستشارات الزوجية والأسرية، أستاذ الدكتور أسامة زيدان. مرحبا دكتور، يا ألف مرحبا، منورنا، كل التحية لحضرتك ولمن تركتهم من أحبابك في بنها الجميلة، ربنا يبارك فيك. دكتور، بشكل مباشر، حضرتك طبعا يعني لك تاريخ وباع كبير في مجال الأسرة، ولا تحب أن تغادره إلى غيرها في سياق حديث قبل التسجيل، ومن وقت طويل قلت لي بس إحنا نفني أعمارنا، ربنا يبارك في عمرك، في اللهث وراء المشكلات اللي بنشوفها في المجتمع، والوقائع اللي بترد إلينا في الأسئلة، ومن خلال ما نراه بحال الأسرة المسلمة في مجتمعاتنا، مجتمع مصر أو المجتمعات العربية حسب ما يرد، بس إحنا نكفي زي ما حضرتك بتعبر إن إحنا نستطيع أن ندلي بدلونا في هذا المجال الأسرة. فأنت لا تحب أن تغادر هذه المنطقة التي استعملك الله سبحانه وتعالى فيها بالقبول والسداد إن شاء الله إلى غيره. ودكتور أسامة زيدان بالمناسبة له العديد من المؤلفات كلها تخص الأسرة من قبل بدايتها، عندي كتاب 100 سؤال وجواب في الخطوبة مهم جدا أنا قرأته، وبرنامج عمل، وكل كتب الدكتور بهذا الشكل، المشكلات الزوجية المعاصرة وجها لوجه، استقراء لوقائع حقيقية نسترشد بها، سنة أولى زواج. وأتاني دكتور مشكورا بآخر مش آخر يعني الوليد الجديد، كتاب من أنا، خطة منهجية لبناء شخصية المسلم دينا أو دنيا ودين، دي آخر طبعا الكتب دي ليا، يعني ما حدش عايز يتفضل يتواصل مع الدكتور، والمكتبة معروفة ربنا يبارك فيه. طيب أستاذنا الدكتور أسامة، خليني أبدأ من نقطة جوهرية يعني ترفع على أساسها قواعد السعادة أو البناء السعيد للبيت المسلم، أو لا قدر الله ينهار إن لم تجد هذا البيت ويصبح على شفا جرف هار بتعبير القرآن العظيم، اللي هي نقطة السكن. كثيرا زي ما قلت لي قبل الحلقة ما نردد قول الله تبارك وتعالى بحق، وإحنا فرحين بذلك ونؤمن بهذا وسعداء بتلاوة هذه الآية،
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن اللفظة في القرآنية هنا في الآية لتسكنوا إليه. السؤال الذي سيتولد من هذه الآية: كيف تكون الزوجة المسلمة سكنا لزوجها ولبيتها كله؟ تفضل دكتور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة، وطبعا أنا سعيد بتواجدك. نورتنا دكتور. الله يبارك في حضرتك. الأسرة، يعني وما أدراك ما الأسرة؟ موضوع البيوت، المجتمع ما هو إلا مجموعة أسر، والأسر تتكون من مجموعة أفراد، فلا بد من أن يكون كل فرد مقبل على هذه المسألة، هذا الزواج، لابد أن يفهم ما معنى الزواج. يعني أنا النهاردة يعني أفتح مشروع، لازم أعمل له دراسة جدوى. بعض الآراء لما تيجي يقول طب أنتم مكبرين ليه موضوع الزواج كده يعني؟ لسه هسألك السؤال ده. موضوع بسيط بيارد. يعني بالرسم أنا يعني ما أنا أمي تزوجت وما كانش بتاخد الدورات، صحيح، وجدتي تزوجت، صحيح، لكن الوقت غير الوقت. في الأول كان الكل بيربي، البيت بيربي والمدرسة بتربي والشارع بيربي، وكل دي في دعائم مساندة، في دعائم مساعدة، وكان في يعني التقاليد قبل الانفتاح الايه الموجود. فمسألة انه لا نحتاج للكلام عن الأسرة، فده يعني اصبح يعني والواقع يعني ايه يبين لنا، يعني الواقع واضح قدامنا جميعا، كم حالات الطلاق الموجودة والمشكلات الموجودة. فمسألة حضرتك تتفضلت فيها مسألة السكن لتسكنوا إليها، بداية هذه الآية الكريمة لما نرجع إليها وهي موجودة في سورة الروم، فتجد أن في الصفحة، في هذه الصفحة في الآية، تجد أن قول عز وجل ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته، الله عز وجل يعني عد مجموعة آيات ومن ضمنها آية الزواج. فآية الزواج هنا جاءت ضمن هذه الآيات العظيمة جدا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فاللي هيفهم الزواج ده محتاج حد يتفكر، وإلا ما زي ما حضرتك تفضلت، وهذه الآية بتقرأ في كل المناسبات الأفراح، صحيح، عايزين نناقشها، عايزين نفهمها، عايزين نطبقها في حياتنا. فخير حتى نكون قوم يتفكرون، الآية بتطلب منا هو القرآن والسنة، القرآن والسنة حتى نفهمها ونطبقها. ولذلك لما سئلت أمنا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالقرآن نأخذ منه البركة والتلاوة والحسنات ونطبقه فين؟ في حياتنا. يعني عايزين كلنا نبقى النسخ تمشي بتعاليم القرآن على الأرض. فأنا كزوج يبقى أطبق القرآن في بيتي، زوجة تطبق القرآن في بيتها، زوج يطبق القرآن في أبنائه، زوج، وهكذا. لابد أنه يبقى يكون واقع عملي موجود في البيوت. بعضهم بيقول لك ده أنا بشغل إذاعة القرآن الكريم 24 ساعة، هو يظن أن هذا هو تطبيق القرآن. ده جميل، ده جزء السماع، ده جزء السماع، ودي نقطة مهمة جدا، حتى السماع مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قالوا إني أحب أن أسمعه من غيري، مع أنه نفسد عن القرآن. لكن بالمناسبة نحن ربما الكلام ده يعني تردني فيه، إذا كنت نحن نحتاج أن نكون مثل إخواننا من الجن المؤمن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، رد الفعل، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، نطبقه، فآمنا مباشرة، فآمنا. يا سلام، فاحنا سمعنا كتير جدا، سمعنا كتير جدا، احنا فعلا نريد يعني نكون زي الجن المسلم، يسمع يعني لا يناقش كثيرا، يؤمن ويبدا يطبق، يعني يبدا يطبق. ورغم ذلك الجن اصلا يعني ما كانش جاي ان هو يعني هو اصلا جاي يستطلع، هو جاي يستطلع، يعني ممكن جاي يعمل مشكله اصلا. لما سمع ودخل الايمان ودخلت الايات فامن مباشره، وستجد هنا ان الايمان مباشره حصل ايه؟ يعني حصل نوع من المفاصلة والولاء والبراء عندهم مباشرة لما دخل الإيمان،
بدأوا إيه يعادوا بقى الشيطان، يشوفوا الحقائق بقى. الحقائق بقى، ويعادوا الشيطان، وأنه كان سفيهنا يقول على الله شططا، وبدأ يعني إيه يقيمه، يقيمه برضه. يقولوا سفيهنا مش كبيرنا، كان من شوية من شوية كبيرنا سفيه. بدأ شوف القرآن بيعدل القرآن، البوصلة. القرآن يضبط الله يضبط المفاهيم، ولذلك لابد من تواجد القرآن كمنهج. كمنهج موجود داخل البيت، هو القرآن الشمولي، القرآن المنهج، يبقى تلاوة وحفظ وتدبر وعمل وتطبيق، لازم ده كله يكون موجود في القرآن. نرجع للآية، نعم. قال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، دي أول نقطة، أنفسكم، معدة خطوط تحت أنفسكم، من أنفسكم، مش من حد غريب، مش من حد غريب، بالبلدي كده او بالتعبير مننا، المصري حته من حتى مني، من أنفسكم، من أنفسكم. قلت هنا، ودايما كنت أنا أقول للشباب إيه، حد لما بيهين نفسه، يا سلام. حد بيعتدي على نفسه. النهارده أنت خارج رايح الشغل، رايح الكلية، بتعمل إيه؟ بتحترم نفسك وتظبط هيئة نفسك، تسرح شعرك، شوف النظارة وشوف الساعة والكلام ده كله، عشان هتقابل عشان هتقابل ناس تانية. نفسك. فأنا ما شفتش واحد مثلا في واقف قدام المراية بيشد في شعر نفسه مثلا، ولا بيعمل أي حاجة تسيء إلى نفسه، بل بيكرمها، بيكرمها عشان تظهر في أجمل مظهر. صحيح. وهي أصلا من أنفسكم أزواجا، الهدف الأول والعلة الأولى لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى لي ثلاث أهداف رئيسية جدا: تحصيل السكن، وتحصيل المودة، وتحصيل الرحمة. فلذلك الشباب بيقول إيه، إحنا نقول إيه، إحنا نبقى عارفين قاعدين في الرؤية الشرعية مش عارفين نقول إيه. ثم ده أبسط ثلاث أسئلة ممكن تسألهم، هو إحنا كيف نحقق السكن في بيتنا؟ إيه مفهومك عن السكن؟ يعني أنت اسأل اللي أنت متقدم لها، مفهومك إيه عن السكن؟ وهي تسألك أنت مفهومك إيه عن السكن؟ إحنا نكون سكن، بلاش لو البنت ممكن تخجل ولسه عندها حياء، ممكن الأب يتولى هذه الإيه المسألة. أما نترك الأصول ونروح نتكلم في الجهاز لسه خلونا نتكلم في الأصول دي. هل الشاب ده فاهم يعني إيه زواج؟ هل البنت فاهمة يعني إيه زواج؟ فدي أول ثلاث أسئلة لتسكنوا إليها. أكبر مثال والنموذج الذي يعني لا يضاهى وأظن لن يتكرر إلى قيام الساعة، هي أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. يا سلام. هو هنا ده القياس والمقياس والتطبيق العملي لمسألة السكن. وبالمناسبة فيما ورد عن السيدة خديجة، وهي مرحلة ليست كثيرة في حياة نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسست للبيت، وتأسس لها بيت شبيهه في السماء. يعني هي دي النقاط سبحان الله. المهمة اللي احنا بيت السيدة خديجة رضي الله تعالى، أم المؤمنين وزوج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وصاحبة الخطوات الأولى مع الوحي الشريف، بالمناسبة غير مركب وغير معقد وشديد التلقائية والفطرية جدا. والبساطة. ودي نقطة مهمة جدا، يعني أنا عايز بس أبني على النقطة دي، طالما ذكرت السيدة خديجة، لأن النموذج الأمثل هو بيت ده الأول اللي في الأمة. هنبني عليه، نعم يعني ده اتفضل. هنبني عليه. فخلينا حضرتك نروح لحديث بدء الوحي، لأن هو ده هيجيب لنا كل شيء، كل شيء. وأنا زي ما بيقول كده هنبسط الدنيا خالص علشان الكلام يوصل لكل حد. نعم. حديث بدء الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن نبيا بعد، فبيستأذن من زوجته، هو لما كان بيروح غار حراء مش حد يعرف ان هو في غار حراء غيرها هي، وتجهز له الاشياء بتاعته، يعني هيروح يجلس فتره فيروح غار حراء. وما ورد انها سالته انت بتروح ليه وتقعد لا ليه وبتاع وتقعد لوحدك، وكانما تعد له طعامه وزاده، وهو سيمكث في الغار بالمناسبه الليالي ذوات العدد، لكن هي وراءه. ده قبل الوحي اهو. بس في نقطة قبل ما ننتقل من ديت يا شيخ مصطفى، إن ليه ما يسألوش؟ ايوه. لأنه في ثقة، في جدار ثقة موجود ما بين الطرفين. فأنا حتى مش محتاج أسألك أنت رايح فين ورايح تعمل إيه ورايح ليه؟ في ثقة، في جدار ثقة. من أين بني هذا الجدار؟ هل من قبل لمراقبتها لخطوات النبي في تجارتها في وده مسألة استقرائية مهمة. أمور كثيرة جدا، أمور كثيرة جدا، لكن ممكن يعني نجمعها كلها في حسن التعامل.
في حسن التعامل، ونقولها بلغة العصر مهارات التعامل. يعني دي مهارات التعامل، دي اللي لابد حتى ولادنا وبناتنا لابد يتعلموا مهارات التعامل، ولا هنيجي عليها يعني برضه ان شاء الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب لغار حراء. طب لما يذهب لغار حراء ثم ياتي هنا جبريل عليه السلام، والموقف صعب جدا. مين جديد جديد؟ مين انت؟ مين اصلا؟ انت باي صفه؟ وفي غار، مكان موحش لا شك، غار في جبل موحش، في إنا أنزلناه في ليلة، وما كان في الليل، في الظلام، وما أدراك ما يوحي به الظلام، وفي قمة جبل، أشياء كلها نقدر نقول مرعبة، ومخلوق جديد، ملك ليس إنس ولا جن، كلها أمور مفزعة، وخطاب جديد واقرأ لبشر هو صلى الله عليه وسلم. نعم، واقرأ. يطلب منه شيء غير معهود أنا لا أصلا يملكه، أنا ما أنا اقرأ ما بقارئ. أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا. وبعدين مسألة الضمة. طيب حتى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصلا تنمي بنيانه، حتى أصلا النبي بلغ صلى الله مني عليه وسلم بنيانه قوي أصلا، صلى النبي صلى الله الله عليه عليه وسلم. نعم، وسلم أصلا بنيانه قوي، فيشعر جدا بقوة الضمة دي. ما هو القوي، القوي لما حد أقوى منه بيجي، لا أنت الموضوع قوي، ده حاجة تانية ده أنت خالص. قوي. ماشي، نعم، وانتهى الأمر هنا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة جدا بقى لما يرجع، يرجع يروح فين؟ يروح لأصحابه. ما هو أنا ما عنديش صحاب، عنده صحاب مكة كلها كلها الصادق الأمين صلى الله عليه كلهم وسلم. عارفينه، وعنده أصدقاء. بلاش أصدقائه، كان مين عايش من عمه نعم، أبو طالب، ومعروف عن أبو طالب مدى حدبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإلى ذلك، أول حضن يجري عليه عمه، يعني الأمر انا رجل لرجل يحكي. رايح لعيلتي، وانا دايما اقول لهم ايه، ده عنده عيله بالبلدي كده تسد عين الشمس، صحيح، ده عنده وهم قبيله. قالوا في طبيعة الأقوام لولا رهطك لرجمناك، هو يعني عنده معمول قبيله حساب، قريش؟ يعني انت أم القبائل. هتتكلم في ايه يعني؟ يعني ده خلاص تحليل مهم جدا مكه حتى يبقى قريش يعني عشان معنى. الشباب يقرأوا السيرة بهذه ايوه، ده العين. انا عايز اوصل لهذه النقطه. احنا بنقرا، انا دايما اقول ان في تدبر للقرآن وفي تدبر للسنة، طبعا طبعا. الاثنين. طيب هنا المفروض ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح فين؟ زي ما حضرتك، يروح لاصدقائه او يروح لعيلته، يعني قابلته، يعني دول هيمنعوه، انا شفت كذا كذا. لا، هو ترك ده كله وراح فين؟ للسكن بقى. يا سلام، هو راح للسكن. الخائف محتاج عزوة، ايوه، محتاج مش جموع، هيروح حتى جموع لامرأة، تطمنه، مش هيروح مش لامرأة. امرأة، يعني هو جاء خائفا، يروح للمرأة الضعيفة التي يتوقع منها ان هي أن اللي تصرخ تطلب. أو يخوفها، شيء عجيب. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، الجمله اللي بعديها، لا دي جمله ايضا غريبه جدا، غريبه، لان في رصيد موجود، وده هنتكلم عليه. اني خشيت على نفسي، يعني انا خايف. وده في عرف الرجال، ان يروح يعني اروح لزوجتي اقول انا خايف، مش هتركب خالص. فان راجل وبهذه القوه وهذه الشهرة وعنده هذه القبيلة ويرجع يقول للامرأة أنا خايف، دي في عرف الرجال صعبة شوية. ممكن أقول لعمي كده، ممكن أقول لخالي كده، ممكن لصاحبك، لصاحبي، لكن أقول لزوجتي أنا خايف. اللي هي مفترض أنا بحميها، أنا قيم عليها، دي نقطة عظيمة جدا في الحوار. فإني خشيت على نفسي. طب لماذا لا يتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن هو رسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذه الحالة، لماذا لم يتردد أن يقول لخديجة بكل هذه المحظورات أو المكونات حضرتك بتقدم بها، لماذا لم يتردد أن يقول لها هذه الجملة، إني خشيت على نفسي، وهي امرأة وهي المحمية منه وهو القائم عليها، لماذا؟ ما دلالة ذلك؟ هو الجزئيه دي او هذه الجزئيه بيبينها حديث كنا هنيجي عليه بعد شويه، بس اللي هنقوله دلوقتي يعني ايه، اشاره، ونرجع وبعدين لما يجي وقته تاني. تمام. حديث ان جبريل عليه السلام لما كان جالس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فدايما اقول حتى في الدورات او كده، اقول لهم يا بنات، يا بنات، يا شباب، انتم متصورين بيت فيه سيد الملائكة موجود في البيت، وسيد الرسل وسيد البشر موجود في بيت، الاثنين موجودين في مكان واحد قاعدين في بيت، فمتخيل البيت ده عامل ازاي؟
وبعدين جبريل عليه السلام يقول له ايه؟ ها قد جاءت خديجة، الله أكبر. ها قد جاءت الله خديجة، ومعها إدام أو طعام أو شراب، فإن هي جاءت فإيه؟ أو كما قال يعني، هو الحديث يعني، فأقرئها من ربها السلام، الله أكبر الله أكبر. أقرئها من ربها السلام. المقدمة دي كده، طب لماذا يذكر جبريل مجيء خديجة والطعام؟ الملائكة لا تأكل ولا تشرب، لماذا هذا وده الوصف؟ خدمة كأن البيت. جبريل، أنا آسف في التعبير وتصحح لي دكتور، كأن جبريل أحد أفراد هذه الأسرة، يعني بيت فيه سيد الملائكة كما تقول حضرتك يعني. وفي إضافة نقطة، إضافة أخرى، إن هذه خديجة بهذه رضي الله تعالى عنها بهذه القيمة، وهذه القيمة قيمة عالية جدا حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها الطعام، يعني بتخدم الزوج، الله يعني الله، جايبة طبق فيه أكل أهو، سيدة نساء أه مكة، الله أكبر. فجايبة معاها أكل أهو، دي مفيش نقطة ملزمة بقى أسرية ومش مهمة. ملزمة و... ما لا فيش بقى، مفيش القصة دي. ده الملائكة، سيد الملائكة في استقبالها يبشر بقدومها بطعامها. نقول بقى مش ملزمة ومش ملزمة، ده احنا بعيد خالص يا دكتور. فأقرئها من ربها السلام وأقرئها مني السلام. الشاهد بقى في اللي بعدها، فإن هي جاءت فبشرها ببيت في الجنة من قصب، لؤلؤة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب. يا سلام على السجع الجميل، الله. طب اللؤلؤة خلاص وعرفناها ماشي، القصب مش القصب اللي لا بيعود القصب يا جماعة، القصب لؤلؤة مجوفة يعني. فهنا هنا دلوقتي المفروض ان احنا يعني ايه، المفروض ان جبريل عليه السلام مثلا هيوضح يعني ايه جمال البيت ده، جمال البيت اللي من لؤلؤ، لؤلؤة مثلا يرى خارجها من داخلها او داخلها من خارجها، تفصيل. انما لا، ما جاش التفصيل للبيت، جيت مش بالشكل الخارجي، انما جيت تفصيل للبيت لا صخب فيه ولا نصب. فالعلماء هنا يقولوا ايه؟ لماذا هذين الوصفين الصخب والنصب؟ يقولون لأن خديجة رضي الله تعالى عنها، الصخب اللي هو الايه؟ الدوشة، الدوشة الدوشة والإزعاج والنزاع، ولأن خديجة رضي الله تعالى عنها لم تسبب أي إزعاج في بيتها للنبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. طيب يا دكتور، برضو فكان ده الجزاء. بتدي تفاصيل غاية في الروعة واللمعان يعني. يعني هل ده يخلينا نروح لحتة نقول مثلا إن لو بيت قصر من لؤلؤ أو لؤلؤة مجوفة قصر، وبداخلها ناس صخابة شتامة لعانة لا قيمة لها، ما كان وإلا كان اكتفى ببيت من قصب بس خلاص وخلاص، إنما يضيف له هذا الوصف، فجمال هذه اللؤلؤة لا يكتمل إلا بهذا الهدوء وهذا الهدوء السكن. والسكين كلامي صح يا دكتور؟ والسكين، ولا نصب اي ولا تعب، مفيش تعب. ولذلك ايضا يقولون ان امنا خديجه رضي الله تعالى عنها لم تسبب للنبي صلى الله عليه وسلم اي تعب في حياته، هو بل تكلم بالعكس كان في فقدها عام الحزن. هو تكلم عن تكلم عن الرساله فاول من امن بها. ولذلك يعني بقيه القصه مع امنا خديجه يعني رضي الله عنها في يعني مساله السكن، يعني امور لا بد ان تدرس للابناء والبنات يعني ايه بالتحليل، يعني تحليل، لا نقرا الحديث هكذا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم لامنا خديجه، فطيب ايه رد فعلها بقى؟ اول حاجه ابشر، احد بالمناسبة الروايات دخل مزعورا صلى الله طيب عليه وسلم ومن الجبل حتى بيته مسافة فيها بينهك بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم، زملوني دثروني كما ورد في الروايات، لم نشهد صراخا ولا إيه اللي حصل، ولا استدعت أحدا، قامت بالدور كله رضي الله تعالى سكن، عنه. هي الله، بالسكن، ولذلك لا بد ان تدرس. فغطته حتى فوق يعني سري عنه. ودي نقطة مهمة جدا في حالة الصدمة، لا سيبيه لما يهدأ، يهدأ شوية، مش هيجاوبك دلوقتي، يخرج لا من كلمني الحالة اللي هو دلوقتي، فيها. لا حل لي الموضوع دلوقتي. اول كلمة، ولذلك بيقولوا ايه، عارف بالبلدي يعني، لاقيني ولا تغديني يعني، قول لي كلمة حلوة، قول لي كلمة طيبة،
قلت له ابشر ابشر، كلمه اصلا فيها يعني ايه، فيها مفتاح مفتاح لكل، ابشر انت السعادة والخروج من الأزمة. شوف اللي بعدها يا شيخ، ابشر كلا، ودي نفي للي هيجي بعد كده، والله ودي قسم تاني، يبقى ابشر وكلا والله، يعني انا بنفي لك كل حاجه اهو، والله لا يخزيك الله ابدا، انت ما انا بقى ينفعش. بقف عند دي يا دكتور، طالما حضرتك بتحلل لنا الروايه كلمه كلمه، واقول يعني امنا خديجه تتكلم كانها على علم بجبريل، سمعت عنه قبل كده ولا شافته؟ يعني حضرت هذه الاحداث، من اين جاءت بكل هذا اليقين وهذه الثقه عشان تقول الكلمتين دول في موقف صعب يزلزل اي امراه غيرها؟ هو مصادر التلقي، مصادر التلقي ده مهم جدا، وهو دايما يقول كده، المدخلات تساوي مخرجات، فهي على مدار العمر، وهي معروفه اصلا بالشخصيه وبالقوه وبالمروءه، معروفه بصفات كثيره جدا على مدار عمرها، على مدار لكن اللي عمرها. حصل ده جديد على مكة وعلى الدنيا كلها، يعني كيف جاءت بربطة الجأش هذه او هذا الثبات، ثم انها تطمئنه كأنها تعلم ما حدث يعني. في جزء بيكون موجود في التربيه في الصغر، ولذلك عم ننتقل في مع الاحاديث، في جزء موجود في الايه، في التربيه. ايه الجزء دوت؟ هنروح مع حضرتك كده بسرعه ونرجع تاني. تمام. ايضا حديث في البخاري، الحديث المره دي بقى في يعني ما بين ايدين امنا عائشه رضي الله تعالى عنها، رضي الله يعني احنا كده في بيوت امهاتنا، النبي امهاتنا صلى يعني، الله عليه وسلم. تقول امنا عائشه رضي الله تعالى عنها، تقول: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يعني نشأت على الإسلام. لسه صغيرة خالص، يعني بتقول إيه؟ أنا ما بدأت أوعى على الدنيا، لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، مش بيصلوا، مش بيصوموا، ما بيعملوا ده كله، لكن يدينان الدين، يعني الدين ده بالنسبة لهم هو زي الثياب اللي لابسينه، الله، كل حاجة في فتحت عيني حياتهم. على أجواء إيمانية يعني. فايه وبالتالي حضرتك ما تستغربش، طبعا ما تستغربش ان دي تبقى عائشه رضي الله تعالى طبعا عنها. صحيح. لا، وبتقول ايه كمان؟ يعني بتضيف ايضا، ودي نقطه مهمه ايضا، بتضيف بتقول ايه؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورنا كل ليله بكره وعشيه. يعني تخيل بقى الله بيت، الله، بيت فيه ابو بكر رضي الله تعالى عنه، وكمان بيجي كل يوم الصبح وبالليل لزياره هذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت متصور الجيل ده او الذريه دي تبقى عامله ازاي؟ هي تربت على عين رسول الله صلى الله فهو عليه ده وسلم. بيبقى ايضا موروث من الايه؟ موروث من المكونات دي مهمة مكونات جدا. مهمه جدا، لازم ننتبه لايه؟ لازم ننتبه. ودي مثلا نقدر نقول للاباء والامهات: يا جماعه الخير، حاولوا اللي يدخل بيتكم يدخل ولادكم يشوفوه يتعلموا، حتى من غير ما يتكلموا يا سلام. يتعلموا منهم، يتعلموا، مش انت مدخل حد مثلا يعني بيدخن ولا كذا ولا كذا، يعني ربنا يهدي الجميع. طب ما هيتعلم ايه الولد؟ هل الولد يدخل يلاقي ايه؟ يلاقي فيه ناس صالحين موجودين في البيت، لا يدخل بيتك إلا مؤمن او ولا ياكل يأكل طعامك طعامك الا إلا تقي. تقي. ده بعد تربوي. طب مهم جدا، لانه ده هيغرس في الولد او البنت من الصغر، من الصغر هذه المشاهد وهذه الملامح. والأطفال بعد كده لما بيكبروا يحكوا ذكرياتهم، ويحكوا هذا يقولوا الكلام. أنا بيتنا ده شفت فيه الشيخ فلان والدعاة والعلماء وأهل الدين، كان هم اللي بيرتدوا هذه. دي نقطة جميلة جدا. هنا أمنا خديجة لما بدأت بقى تتكلم وتقول: وكلا وأبشر كلا والله لا يقضيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تقري الضيف، وتكسر المعدوم، وتعين على نوال الحق. بدأت تعد للنبي صلى الله عليه وسلم صفات شايفاها يعني بعينيها، شايفاها كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. رغم ان هذه الجمله الطويله من خديجه اللي فيها تعداد لمسيره النبي زوجها صلى الله عليه وسلم قبل مجيء الرساله، كان ممكن يكتفى مقتضى الحال يطلب كده انها تطمنه وما تخافش ربنا لن ما يخزيك. تقلقش. خلصت القصه فيما يتعلق بالخوف والحاله اللي حصل. انما لماذا تسرد اخلاق النبي ومعاملاته وجمال خلقه صلى الله عليه وسلم؟ اللي يضيف في المساله هنا دكتور. وكأني يعني كأنها تعرف ما سيقال، يعني إنجاز التعبير، ما سيقال من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك،
صنائع المعروف تقي تقي مصارع مصر. السوء. يا سلام، فأنت تصنع المعروف، أنت تصنع، فربنا مش هيضيعك، ربنا مش هيضيعك. فقالت له هذه الكلمات الجميلة، هذه الله. الكلمات الجميلة. وبعد ذلك نسكت بقى وخلاص كده، أدت ما عليها وزيادة. لا، لسه بقى ناخد خطوة تانية. الخطوة التانية في الغالب، في الغالب ما بيبقاش فيه بيان لها في الحديث ويذكر سريعا. فأخذته ورقة وذهبت لمين؟ لورقة ابن نوفل، عشان بقى زيادة الاطمئنان بقى. لا، وهي كأنها تبحث عن شيء، يعني هذا العجب الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج خبير. أينا. ما خلصش دورها هنا. ده المرأة المؤمنة المسلمة تمشي على خطوات زوجها وتدخل في اهتماماته أيوة. وهمه، مش كده؟ وده من الأمور المهمة اللي بنقولها لبلدنا، ده عشان تكوني سكن لزوجك، اهتمي بيه في اهتماماته، يعني شاركيه اهتماماته، وحتى شاركيه في إنجازاته حتى لو كانت إنجازات صغيرة. وبرضه هنقول في بعض المسيدة الأخوات للأسف وبعض الزوجات يزعجها جدا إن زوجها يقعد في المكتبة يقرأ أو يكتب، تعتبر هذا خصم من تمام. حقها، ودي نقطة مشاكسة. عدم فهم قيمة العلم، يعني قيمة أو العلم دور الزوج. أو دور الزوج. أنا لما أتعلم أمور ديني وعقليتي ستتفتح وأبدأ أطبق هذا الكلام معك أنت، أول من سيستفيد هي الزوجة والأولاد. لحظتك، ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان لسه إلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا لسه لم يبشر بالرسالة، يعني خلاص بقت سهرة، يعني سيبان من كلام ورقة. فالمشهد هنا في منتهى العجب بقى. طيب شيخنا، وحتى هذه اللحظة الرسول لم يعرف ما الذي حدث، لا ما يعرفش حاجة، ما بدليل يعرفش أي شيء، الحوار بتاع ورقة ما بعدها. يعرفش أي شيء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الطبيعي أنا لما يعني حضرتك، أنا هاجي مع حضرتك عندي مشكلة، بتقول لي تعالى روح فلان، يعني إيه يحكي، أحكي له ويحل لك المشكلة دي، تسمع منك ده هو عنده خبرة في هذه المسألة. الطبيعي لما أروح أنا وحضرتك هناك، حضرتك هتقول لي ايه؟ طيب اتفضل احكي له. بس ده مش ده اللي حصل. ده هي امنا خديجه جلسوا مع ورقه وقالت له كلمه في منتهى العجب، اسمع من ابن اخيك. يعني انت اللي تسمع، انت اللي لازم تهتم. طب ما هو اللي عنده المشكله، هو اللي عنده مشكله، ما كنت تقول له ايه؟ احكي الورقه. وطبيعي انه يبقى مدفوع عايز يشوف حل او يستفسر عن اللي حصل. هو الطبيعي اقول له احكي، يا سلام. يعني انت احكي، انت عندك مشكله احكيها، انما انت اللي تسمع، اسمع من ابن اخيك. ده وكاني الزوجه، كاني انا يعني، وكاني امنا خديجه تقول، وكانها تريد ان تقول انا زوجي محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم، زوجي ما يقفش ضعيف قدام حد، الله ولا ينكسر لحد، الله أكبر. ولا ينكسر لحد، اسمع من ابن اخيك. وده اللي بنقوله ايه؟ الزوجه لازم تكبر زوجها، تكبر زوجها وتعليه وتفتخر بيه، تعليه وتهتم بيه وتحترمه قدام الاولاد رقم واحد. ولم تقل اسمع من زوجي، اسمع من محمد. يا ابن، صلة ابن اخيك، القرابة هنا، مهارات الأب. يا عاليه الله جدا، أكبر، مهارات عاليه دي جدا، كل لفظة مقصودة. مهارات عاليه جدا. وثم بدات الايه؟ بدات القصه، او يعني خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم بقى نبي. طيب افكر بقى، انا افكر بقى في اللي انت بتقوله. لا مفيش تفكير، اول من امنت مباشره يبقى امنا خديجه رضي الله تعالى. لو اعتبرنا هذه مشكلة من باب المجاز، يعني اللي حصل في بيت خديجة، نزول النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، ده يدلنا ان الخبرة مطلوبة، وان احنا عندنا مشكلة نروح للدكتور أسامة، نروح لمراكز التخصص للمتخصصين من أهل الديانة والتخصص في مشاكلنا الأسرية أو فيما حدث، يفسرون الأحداث بدليل أنها أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى ذي الخبرة اللي هو ورقة، مش كده برضو؟ ده بعد مهم. ولذلك انا يعني اسمح لي يعني انوه المساله، والمساله دي في منتهى الخطوره، اتفضل. لاني يعني بدل ما بتحل مشكله بتعمل مشاكل اكتر. يعني مثلا بعض الناس تتصور انه ممكن، انا ممكن اطلع في التلفزيون مثلا واستمع على الهواء مباشره
استقبل اسئله الناس في الايه، في الاجابات للمشاكل، أمم فانا ساجيب عن المشكله واحل المشكله في 5 دقائق. ده غير وارد وغير ممكن ابدا. انا ممكن اقول في ال5 دقائق ايه، تهدئه فقط، تهدئه. إنما ده مش حل مش، نهائي. لا ده مش حل ابدا. الجلسات الاسريه او ضبطناها الاسريه، يعني حضرتك اذا في عشان تسمع مشكله انت من 3 ل4 ساعات، ده كده بنتكلم، ده اقل شيء، اقل شيء عشان اقعد اسمع، يعني عشان اقعد اسمع. يعني هي هتحكي في قد ايه، هي بتحكي في قد ايه، غالبا حكي النساء بيبقى فيه فضفضة. هتقعد لها ساعه، ساعه الا ربع، وهو هيرد على الكلام دوت في ساعه الا ربع، ادي بقينا ساعه ونص. طيب انت تبدا تناقش بقى وهم يردوا. وبالمناسبة هذا الإفضاء مهم للاتنين، طبعا جدا يعني حتى لو جدا بيحكوا جدا. مشاكل وتهم وما إلى ذلك بيطلع بالضبط جزء، ده بالقدر، جزء من العلاج، من جزء من جلسات العلاج. العلاج. خلينا نسمع، خلينا نسمع. مره في جلسه، في جلسه الاسريه، وكان في مشكله، وفضلت اسمع 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 واناقش شويه. وبعدين ايه، رحت قلت لهم طب اقول لكم، انا هسالكم سؤال بقى، انتوا الاثنين هسالكم سؤال اعلامي شويه، برامج تلفزيون بقى. فلان، لو سالته هو او سالتها هي، فلان بالنسبه لك يعني يبقى ايه؟ يعني قوله لي في كلمه كده. على زوجها. هو قاعد، قوله لي في كلمه كده، ده حبيبي وماليش غيره في الدنيا، بعد ما كل واحد قال اللي عنده. وماليش غيره في الدنيا، وما لقيش اطيب منه، وما لقيش مش عارف ايه. هم انتوا جايين ليه؟ انتوا جايين ليه اصلا؟ وهو بقى يقول لي انا، هو ارمي نفسي البلكونه يعني، واخد بالك؟ يعني ايه مقصد؟ قلت له طب وانت؟ قال لي انا ما لقيتش واحده زي دي في الدنيا خالص. يا ابن الحلال، ما تدوش فرصه للشيطان يدخل ما بينكم. في مشكله؟ يكونوا ارتاحوا بقى، يعني خلاص، في يكونوا مشكله نقعد واجهوا نحلها بعض. مع بعضنا ونفكها. يعني مثلا لما في اخت فاضله تتصل على التلفزيون وتقول له انا زوجي بخيل، فالشيخ او اللي هو اللي موجود على التلفزيون هيقول لها ايه؟ هو سامعني دلوقتي او مش عارف ايه؟ طب يا ابني ربنا عز وجل امر بكذا ونهى عن البخل ونهى عن كذا، فانت كأنه سلم بكلامها، طب بس ده مش حل. مش حل. هو بخيل ليه؟ وربما يكون بخيل دي من وجهة من نظرها وجهة نظرها هي ممكن هي اللي تكون هي مسرفة مسرفة، اصلا. صحيح، يعني محتاجة نسمع من فلازم تتفصل، يعني ايه تتفصل المشكلة، يعني ايه. فانا بنقول ان يعني ايه، مسألة ان نفسها طويل لأمنا خديجة، نفسها طويل وراحت لأهل الخبرة وانتقلت من بيتها لمكان آخر، وهي مش عارفة هترجع امتى تاني، يعني ما هتقعد 5 دقائق، 10 دقائق، ساعة، ساعتين، هي مش عارفة. لا، وعادت ببشرى. يعني هذه الخطوات المباركة التي سعت فيها المرأة في هموم زوجها عادت بمحمد النبي، صلى الله أو عليه وسلم. أكد له أنه نبي نعم. وتمنى. وهنا بقى يعني ايه، هنا يعني امور اخرى، امور اخرى يعني ايه. فبالفعل امنا خديجة رضي الله تعالى عنها لا، في يعني إضافة دكتور، سكن 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 ما تجريش بينا، أنا عارف أنت، أنا باخد معروف. منك يعني أقطف ما أستطيع من ثمرات في وقت قليل، لكن الجملة اللي أضافها كمان ورقة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ليتني أكون جذعا حين يخرجك قومك. دي إضافة، يعني كلام عن الهجرة مبكر جدا في أولى خطوات الوحي الدعوة أو المخرجية. هم حتى النبي لسه بيسأل، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فده برضو تحصين، من يحسبك من دلوقتي ولسه القرآن هينزل له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل، التحصينات اللي في طريق الدعوة. فخطوات خديجة كلها نور وكلها بركة رضي الله تعالى. رضي الله تعالى عنها. ولذلك هي يعني هو حضرتك التطبيق العملي لمسألة السكن، فهي دعمته نفسيا وماديا ودعويا، فعلا سندت النبي صلى الله عليه وسلم في كل المراحل. وهي متكئة على إيه؟ على سيرته العطرة اللي هي عددتها. ولذلك هنا لابد نقول بقى للزوج، احنا كده عمالين نكلم الزوجه تكوني سكن. فانا خليني اقول لك بقى للزوج بقى، انت عايزها يعني وتريدها كأمنا خديجه رضي الله تعالى عنها، ففين الرصيد اللي ما بينك وما بينها؟
ده السؤال اللي انا هتسمح لي اجله لحلقه اخرى عشان ما نظلمش الايه الله. الزوج. يبقى اتكلمنا وجهنا كلام عن الزوج، والكلام في موضوع السكن يبدو ان هو القاعده التي ستبنى عليها اي لقاءات مع حضرتك، لان في النهايه هو النتيجه المرجوه او الثمره المرتقبه ان تكون بيوتنا سكن. ما هو دور المراه او الزوجه، وما هو دور الرجل في هذا؟ في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الحب والشكر والتقدير للدكتور أسامة زيدان، مدير مركز مودة، زاده الله مودة وبركة ونورا في بيوتنا. شكر الله لك دكتور، جزاكم الله خيرا، وعلى وعد بلقاء آخر مع دكتور أسامة زيدان، لأن بيربط بين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوقائع التي نعيشها في زماننا، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أو صلح به أولها. فاللهم اجعلنا على سيرة نبينا محمد وعلى ضوء بيوته الكريمة وحجراته المشرفة عليه الصلاة والسلام. نلتقي في حلقة قادمة من نوافذ. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.